تاني درت فيديو كيفاش دبر خدمة والصوت جا مقطع ماشي صالح، ما على باليش اسكو التليفون ولا. المهم خوتي بون نحكي لكم كيفاش دبر خدمة. شوف كاين يروحوا يحرقوا في تركيا ولا يحصل على كل حال، ما كانش اللي ما يحصلش وما يلقاش كيفاش. وكاين تاني كعباد يروح تركيا يسطالي يخدم ريزيدونس يسطالي. نحكي لكم خاوتي كيفاش دبروا خدمة. على كل حال ان شاء الله واحد ما يحصل ان شاء الله كامل الله يا ربي. المهم ديرها في بالك الا كان حصلتي ولا. بون خاوتي كيما على بالنا اسطنبول هذه يا خاوتي ما تخلاش فيها الخدمة، معمرة خدمة، كل يوم يحتاجوا خدامة، كل يوم يحتاجوا اكفام وبلاصة شغل اوبجي تخدم شغل قدر بالنهار. النهار الاول تلقى الخدمة تلقى خدمة. شوف خوتي تروح لاسنيورت واحد بلاصة اسمها اسنيورت ولا تروح لزيتون بورنو ولا المهم اسطنبول كاملة. تركيا معروفة بالقش خوتي، الورشات يخدموا الخياطة يخدموا تكون ماشي هكذا برك في الطريق خوتي تلقى قهوة ولا تلقى ريستورو ولا تلقى ورشات تاع الخياطة ويحطوا الإعلانات ورقة هكذا تلقاها بالعربية وكاين بالتركية باللي هذاك الإنسان يحتاج خدام. ليش تما عندك حتى ميتين تايا نقولوا تخدموا مبالاج تاع التريكاوات ولا نورمال تدخل عنده نخدم قدر بنهارك تبدا تخدم. وتاني خوتي ما حتاش تلقى الإعلان، تنجم تدخل للورشات تاع الخياطات تحوس على الخدمه عادي، المهم ما تحشم ما والو. زيد خوتي عندك في تركيا يخدموا كاين 12 ساعه كاين يخدموا 10 سوايع قليل، وين تلقى 8 سوايع تخدم 8 سوايع المهم انت تخدم هذيك هي. زيد خوتي الا كان نقولوا هذا كيكون ما عندكش سوارد، الا كان عندك انت يا نقولوا 200 اورو ولا 150 اورو ولا 100 اورو. شوف كاين مصانع يبيعوا بالجمله تريكو تشريه ب3 ليره، بصح يقول لك دي عليا انا دي عليا لاسيري كامله فيها 500 حبه ولا 1000 حبه 1000 تريكو ولا 1000 سروال ولا 1000 صباط. يقول لك نحسب لك انا يا شغل رخيصه كيما التريكو تلقاه ب3 ليره وترجع خوتي تخدم لي مارشي. كاين كل يوم كاين لي مارشي في اسطنبول، تلقى انت تشوف شغل كيفاش داير السوق في تركيا، تلقى التريكو يدير 10 ليره 15 ليره، حتى كيما قلت لك تشري ب3 ليره 4 ليره بالجمله وتخرج تنصب في الطريق عادي في المارشي ولا في الطريق نورمال خوتي. ما تحشم والو، انسان يكون ناشط ينافيغي على روحو وتخدم خير على البلاد وخير على اكفام. كاين عيبات تاني كيجي يروحو من البلاد لتركيا هكذا يديرو يخدمو يدخل خير على البلاد ويدخل وتخدم على روحك خوتي. تدخل قادر في النهار تدخل 80 ليرة قادر، هادي كي تخدم عند روح كي تخدم عند كاشو تركي ولا سا ديبو نتايا كيما. المهم يخلصوهم الشهر في الورشات تاع الخياطة سا ديبو من 1200 ليرة حتى 1800 ليرة. وكيما قلت لكم الخدمة عند الأتراك ولا عند السوريين سا ديبو 10 سوايع 12 ساعة. وكي يكون إنسان عنده شوية صوارد كيما حكيت لك هكذا تشري القش بالجمله وتروح لي مارشي عادي خلاص خاوتي تنافيغي على روحك تدخل صوارد قادر حتى المهم تنافيغي على روحك. هذه الانسان حاصل ولا انسان حاب يروح يعيش في تركيا راني يعني قلت لك خاوتي تكون ناشط برك وربي يسهل الجميع وربي ان شاء الله ما يحصل حتى واحد وفي